خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشاق التي تحملها النبي الكريم لتبليغ الرسالة تعلمنا تحمل الألم بثبات وصبر. كما أكد السيد الرئيس أن التطرف والإرهاب ومحاولات الترهيب والتخريب لن تثني الشعب عن طريقه نحو المستقبل. نعم، وخلال الاحتفال أشار الرئيس السيسي أيضا إلى أنه حينما طلب من الشعب تفويضا بعد ثورة 30 من يونيو، فإن التفويض كان مقصودا به محاربة الإرهاب وحماية الدولة من عمليات التخريب التي كان ينتويها أهل الشر. هذا وقد كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة من داخل مصر وخارجها والتي أثرت الفكر الإسلامي في مجال العمل الدعوي. قرابة 14 قرنا ونصف قرن من الزمان مرت على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الإنسانية تستلهم من نبوته الشريفة تحمل الأذى والصبر على المكاره في مواجهة أعداء الدين والإنسانية. ففي احتفال وزارة الأوقاف هذا العام بالمولد النبوي، سلط الرئيس الضوء على محاولات قوى التطرف والإرهاب البائسة في هدم الأوطان وتقسيم الشعوب. إن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها لن تثني هذا الشعب ذا الإرادة الحديدية عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل. سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك. الرئيس كشف خلال الاحتفال كواليس ما قبل توليه المسؤولية، موضحا أنه كرئيس يعمل من أجل بناء الدولة وتقدمها بين الأمم، إضافة إلى مجابهة الجماعات المتطرفة لما لها من تأثير سلبي على الدين والبشرية كلها. لغاية دلوقتي في ناس عن طريق شبكات التواصل بيتم يعني حتى ما فيش لقاءات مع حد، من خلال شبكات التواصل بيتم تجنيدهم وتعليمهم وتكليفهم. عمر الأمم ما هتطلع لقدام أبدا بالطريقة ديت. وكان الاحتفال هذا العام فرصة لتكريم عدد من الآئمة المتميزين بوزارة الأوقاف. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف تناول بكلمته ثلاث حرمات حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وهم حرمة الدم والملكية الخاصة وحرمة الأسرة والعرض، مؤكدا دور الأزهر في حماية ما أوصى به النبي. إن الأزهر الشريف خلال مسيرته التي تزيد على 1000 عام يقوم على حراسة هذين الأصلين اللذين تركهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن ثقافة الأمة ووحدتها، ودفاعا عن الوطن وتاريخه. وهو الآن عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني وترشيد الوعي الثقافي، والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي. أما وزير الأوقاف فقد تضمنت كلمته خطة المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التجديد الديني، معلنا التعاون مع مؤسسات الدولة لترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة للوصول إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض. أننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني. ليس على الدين ولن تكون أبدا، إنما هي ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب. الاحتفال عرض فيلما تسجيليا بعنوان خوارج العصر، كشف تاريخ الجماعات الإرهابية الأسود وكراهيتهم للدين والإنسانية.
شواهد تدلل على أن مصر ببسالة جيشها واصطفاف شعبها خلف قيادته ستبقى آمنة قوية عصية على الانكسار مهما تعددت أوجه قوى الشر والظلام. محمد شلامي، التلفزيون المصري.